المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بنثر يرحب بضيوفه الكرام. يستعرض هذا المقطع الحملة التحسيسية التي قام بها المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ببنزرت بمعية المكتب المحلي لبنزرت الشمالية، حملة تحسيسية حول مخاطر الإدمان على الألعاب الإلكترونية، وتم خلالها توزيع قرص مضغوط على بعض المعاهد والمدارس بمدينة بنزرت. لماذا هذه الحملة التحسيسية؟ قام المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ببنزرت بهذه الحملة التحسيسية لبيان مخاطر الألعاب الإلكترونية، وهي مخاطر متعددة اجتماعية وصحية ونفسية تهدد شبابنا وأطفالنا. لما هذا القرص المضغوط؟ ولما هذا الحرص والتنبيه على المخاطر والآثار السلبية للإدمان على الألعاب الإلكترونية؟ الجواب: لأن الإدمان على الألعاب الإلكترونية يجعل الطفل والشاب أسيرا لها، فهي تزيد من مخاطر الانطوائية والعدوانية والعزلة، سواء لدى الأطفال أو الشباب وحتى لدى الكهول.